عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن. وطبعا هذا الفلوق الثاني او الجزء الثاني، واحنا في النجف. هذا فندقنا اسمه زمزم، والله كشخة. احنا ذيك غرفتنا، والله بعيد. المهم هاك المساعدة المركبة. الحين بروح له في حديقة برا، بصور لكم برا. هذا الفندق حقنا، احنا برا استوى هناكم برا. احنا البوفيه، غدا وعشاء وفطور، احنا بنطلع برا. احنا افتح يا سمسم. واه والله مرة المكان مرة خرافي. احنا ده الجلسة برا، والله ترى المكان مرة حلو. اللي شوفوا دام من هناك الألعاب، احنا بطلين معك الألعاب. هنا نافورة وراي والشمس. كان مرة رهيب هناك. ده هناك فيه ما أدري وشو. إحنا ذاك غرفتنا هناك فوق، جلسات في كل مكان، جلسات شوف هناك وهنا، مرة رهيب. عز التحدي هنا في مجال، في مكان يا ساتر والله فوق. طبعا الفندق كان تقول فوق جبل يعني. أنا أشوف هناك على طول هناك البحر ورا، في حمام هنا يا ساتر. هذا الفندق اللي ساكنين فيه مجمع زمزم سياحي. الله علي جنة حياتي، علي فوزي ونجاتي، علي جنة حياتي، علي فوزي ونجاتي، علي بعيني وشراييني، علي كل أمنياتي، وعلي كل أمنياتي، يا علي هو الوسيلة، علي ماكو مثيلة، علي يسرب وقت عسري، علي حامي دخيلة، وعلي حامي دخيلة، والله علي، وعلي حامي دخيلة. وعلي بوقت الشدايد، علي ما يرد الا واحد، علي والعالي شاهد. طبعا كنت بدخل الجوال بس ما رضى، قال يروح رجع، فبالرجع. اوكي يلا، طبعا بسكر الجوال الحين عشان نحطه. يلا مع السلامه. رجعنا من الحرم، الحين بصور لكم البوفيه. والله مره عدل ذي حمصله. كان سريع، لا يصير طويل الفيديو. نعم كل سلطات ما ادري ايش، ما شوربة، حاط بطاطس هنا بالحالة ما أدري ليش، والله حاطين ما أدري وشو، عندك مكرونة ما أدري وشو، شاورما، كباب، دجاج، دجاج بعد، عندك هناك أصناف كثيرة. طبعا هذا اليوم الثاني، طبعا تونا فاطرين خلصنا. طبعا يوم الثلاثة بنطلع بنروح كربلاء. طبعا إحنا نازلين تحت بنروح ندور تكاسي عشان بنروح الكوفة، فرايحين تحت ندور تكاسي. بس والله شوف منظر، والله جامد. طبعا سموا النجف بالنجف ان هذا البحر اللي وراي الحين كان جاف، فبعدين طبعا الحين في ماء يعني، فسموها النجف لانه جاف. احنا الحين بنروح الكوفة، بنروح اماكن رحناها من قبل، في اللي هو حق فيد العراق العظيم، بنشوفه فيديو في الديسكريبشن، ايه بشوفه تحت الوصف حقه. عشان كده يعني بس بحط بصور لقطات وبكتب الاسم بس، يعني ما بقول معلومات عنه. ايه صح، هذا ميثم التمار. طبعا تونا راجعين من الكوفة، وصلنا الفندق هذا هو. شوفوا النافورة كيف كنت فجأة صارت كبيرة، يا ساتر طفيت. لا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي.
إلا علي، لا فتى إلا علي. بس هذا لا فتى. يا سلام، شوف الغيوم، والله حلو اليوم، الجو رهيب والغيوم في قلبك. بس باقي برشا، يمكن هذا يكون آخر يوم لنا في النجف، لأن بكرة احتمال بعد الغداء نطلع ونروح الكربلاء إن شاء الله. أنا قاعدة أمشي في الفندق، إحنا قاعدة في طابقنا، يعني قاعدة أدور حصلت مكان هنا، يعني زي البلكونة، غرفتنا ما في بلكونة. والله المنظر ما أكلمك عليه. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى ما تنسى اللايك والاشتراك. كان معك حسن، مع السلامة.